uglavnom bit će mikrofon kućima ili će biti čovjek. Dobro. Pretty hard to forget. Pretty hard to forget. Okay, I said that in Italy, so I don't know. Did you hear this? She's here. I will see it. She just came and said hello. Okay, no problem. Okay, that's the one with the coffee, right? If there is some question from the audience, just to approach with Mike. Okay, one question. Okay. So, yeah. I mean, you know, I've done work in AI, and we do work in AI. And plus, I'm originally. Yeah? When I was not a kid, if it's not a good fit, I'm okay. It's really for. Oh no, it's just super. I thought he was. I thought Mina was going to be on it. Super. Well, he said he's unable to. Yeah. Okay. Yeah. He's super. Giving it to me. Okay. Well, yeah. No. Father Augusto. I never seen it. But. I'm noticing that. I was going to say. Are you taking confessions? No. We are just discussing the outcome of what we want. So probably it's not important. Yeah. So they can just go there. Yeah. Part of the job. Okay. Just for you all to know, the first question that will come up to you, and we said that everyone should have a tweet at the beginning, once we turn to you, is how do you define the responsible AI? So it should be sort of a tweet. Responsible AI. Quick answer. You don't have to bring a definition. You can say there is no definition, or whatever you want. Now, okay, let's see whether we have someone over there. Yeah. And you can even invite them occasionally. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Can I talk? Oh, yes, I have. نعم حسنا استطيع ان اتحدث اليكم طاب صباحكم مرحبا كيف حالكم صباح الخير شكرا على الاستيقاظ مبكرا للحضور الى هذه الجلسه المجنونه انا اولغا كافيلا انا من الارجنتين ومعنا صديقنا العزيز فلاديمير رادونوفيتش هو من صربيا نعم من صربيا وبالطبع تعرفون فلادي انا من مؤسسه ديبلو
وأنا المديرة البحثية للمدرسة الجنوبية لإدارة الإنترنت. إذن شكراً لحضوركم لهذه الجلسة. الفكرة أن تكون الجلسة حيوية ومثيرة جداً مع المشاركين على المنصة ومعكم طبعاً. والموضوع الأساسي الذي سنتحدث عنه هو تطبيق حقوق الإنسان والأخلاقيات في إدارة مسؤولة للبيانات وفي الذكاء الاصطناعي. كما تتذكرون نظمنا جلسة مشابهة مرتبطة بهذا الموضوع في المنتدى السابق في باريس في المبنى الجميل الطابع لليونسكو. وهذه الجلسة تنوي إلى أن تكون مواصلة لما ناقشناه آنذاك. أمامنا فقط ساعتين، معنا 7 خبراء وخبير إضافي في مرحلة الوصول. فإذا الفكرة أننا نمر عددا من الأسئلة التي حضرناها لكم وللحاضرين. فإذا ربما ننتهي بالمزيد من الأسئلة والتساؤلات، يمكنكم العودة بهم إلى الأطراف الشأن لديكم وإلى الحكومات الطابع لكم. فإذا لو خرجنا بذلك سنكون سعداء بذلك. بعد التعليقات حول ما هو موضوع هذه الجلسة، تطبيق حقوق الإنسان والأخلاقيات في إدارة مسؤولة للبيانات والذكاء الاصطناعي. نحن نعلم أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يتعامل مع أهم المواضيع الملحة في الإنسانية، ولكن أيضا قد يؤدي إلى بعض المشاكل. يعني كما نعلم كل شيء من اختراعات البشرية يمكن أن يستخدم للخير أو للشر. فإذا الذكاء الاصطناعي يمكن أيضا أن يؤدي إلى التمييز وإلى الانحيازية. إذا لدينا بعض الأمثلة عن ذلك، ولكن كيف نستطيع أن نطور هذه الإدارة بشكل مطبع بالثقة؟ هذا نود أن نناقشه معكم. كيف نستطيع أن نضمن أن البيانات المنتجة عن الذكاء الاصطناعي أنها كاملة وموثوقة ولا ترتبط بالتمييز؟ واستخدام البيانات من أهم المنتدى في هذا العام هنا في برلين، كيف نتفادى اختراقات للخصوصية ولسوء استخدام البيانات فيما يخص الكميات الكبرى للبيانات التي في قلب الذكاء الاصطناعي؟ كيف نضمن الشفافية والمحاسبة والمساءلة في استخدام الذكاء الاصطناعي؟ أين نقف الآن وإلى أين نتجه؟ كيف حقوق الإنسان والأطر الأخلاقية ترتبط أو تستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي؟ فإذا رأينا عددا من الإطارات الأخلاقية تطورت في عدد من المنظمات المختلفة، OECD، ICDU، في الاتحاد الأوروبي. سنراجع كل ذلك بعد قليل كي تفهمون قليلا مضمون كل ذلك. ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء بالتطورات المقامة اليوم؟ هل تريد أن تضيف شيء؟ لا، نستطيع أن نعرفكم على المشاركين. أنت معنا بالطبع، ومعنا عدد رائع من المشاركين المتميزين. معنا ليزا دايا. ليزا هي المديرة للسياسة في شراكة من أجل الذكاء الاصطناعي. مرحبا بك. معنا كارلين يورن، وهي المديرة التكنولوجية والسياسة لدى مايكروسوفت. مرحبا كارولين. معنا سارة كندن، وهي تقنية وباحثة في ICT أفريقيا، وهي أيضا دارسة على مرحلة الدكتوراه في الجامعة. وريفرند أغوستو سابيني تيغريس، وهو مدير للتطوير والإيمان للكرسي الفاتيكاني الكرسي البابوي. أهلا وسهلا. حانا بابي، وهو مدير اللجنة السياسية للذكاء الاصطناعي. فبيجي هيكس، وهي مديرة لدى الأمم المتحدة المكتب الخاص بحقوق الإنسان. ومعنا يوشي إيدا من وزارة الداخلية لليابان. أهلا وسهلا. وهذا يبشر بالخير بالنسبة لنقاش واعي
بعد بإضافة ضيف آخر نتركه سرا حتى الآن، لن نتذكر قليلا ما ناقشناها في العام الماضي في باريس. كانت هناك بعض المخرجات المثيرة، يعني ما يرذي النقاش والتفكير، ما مخرج من النقاش لربما شيء من النتائج إن القانون والكود يعكس الأشخاص الذين قاموا ببرمجة هذا الكود، وهذا يختلف بناء على الأقاليم والمناطق في العالم، وأن الأخلاقيات تختلف في أنحاء العالم. فهل هناك أصلا أخلاقيات مشتركة في أنحاء العالم؟ السؤال التالي كان: لو كانت هناك جملة واحدة للأخلاقيات في أنحاء العالم، هل يمكن أن تكون هناك جمل إرشادية عامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي؟ ونحتاج أيضا إلى أخلاقيات مهنية، وكانت هناك تساؤلات حول الأطباء على سبيل المثال الذين عليهم القسم باليمين الأسطورية. فالسؤال كان إذا كان المجتمع التقني يحتاج أيضا إلى هكذا أخلاقيات وميثاق أخلاقي. ومن ضمن المبادئ التي ذكرت في العام الماضي أننا نحتاج أيضا إلى النزاهة والعدالة. هذا مبدأ عام من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي. ما يعني ذلك؟ أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يتعامل مع جميع البشر على حد سواء، على التساوي. وكيف نتعامل مع ذلك؟ وكيف نفسر نتائج الخوارزميات؟ هل نستطيع أن نفسرها بشكل جيد؟ وكيف نفسر، كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حلول معينة؟ هل هناك مسؤولية إنسانية للقرارات المتخذة من قبل الذكاء الاصطناعي؟ هذا النقاش بدناه منذ اختراع السيارة الذكية الأولى. هل القواعد القائمة حاليا كافية؟ أم هي بطيئة نظراً للتطور التكنولوجي؟ هل نحتاج إلى مبادئ أخلاقية أو مبدأ أو منهجية سياسية أخرى التي تتماشى مع القوانين؟ أو يجب أن نراجع مرة أخرى كل المقاربة التي نتبعها أثناء التشريع؟ وبدلا من أن نبني على القوانين، هناك مبادئ أخرى، مثلا الإعلان الأممي لحقوق الإنسان أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن يستخدم لربما أيضا من أجل ذكاء اصطناعي مسؤول. الآن أود أن أختتم، أنا أود أن نذكر مرة أخرى المبادرات المختلفة. كما سبق وذكرت، هناك عدد من المبادرات من أجل مراجعة الأخلاقية في إطار الذكاء الاصطناعي. أود هنا أن أعرض عليكم رسم بياني، حيث لدينا ثلاث عناصر: المركز على الإنسان، المسؤول، والآليات. فيما يخص التركيز على الإنسان، يعني أن يتماشى مع القوانين، احترام حقوق الإنسان، النزاهة، الأمن والسلامة، أن يخدم الأشخاص والمجتمع، ومن يلتقط الصورة هنا، ولكن أظن أن نستطيع أن ننشر ذلك لاحقا. فإذا يخدم الناس والمجتمع والكوكب، ويحترم حقوق الإنسان والحرية، ويجب أن يكون أخلاقيا أيضا، ويخدم المجتمع. المبادرات المختلفة لديها النقد مشتركة، إذا هناك النقد أوجه شبه ما نلاحظه أيضا من الرسم البياني، ولكن الشيء يتعلق بالإنسان. وبالنسبة للصنف التالي، ذكاء الاصطناعي المسؤول، يجب أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة لدى تطوير الذكاء الاصطناعي. يجب أن تكون هناك الشفافية. الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون حلاً وليس مشكلة على المجتمع الإنساني، ويجب أن يكون سهلاً للفهم كي يستطيع الجميع أن يستفيد من ميزاته. ما هي الآليات بالنسبة للتطوير الذكاء الاصطناعي؟ فإذا العمل يتعلق هنا بتحضير العاملين، حيث يجب تدريب العاملين
والإنسان يجب أن يحتفظ بالسيطرة على الذكاء الاصطناعي وليس العكس، حيث لا يجب أن يسيطر الذكاء الاصطناعي على الإنسان كما رأينا ذلك في الكثير من الأفلام. علينا أن نقنن وننظم استخدام الذكاء الاصطناعي. إذن السؤال إلى أي درجة نحتاج إلى هذا التقنين والتنظيم وكيف نطور هذا التقنين والتنظيم؟ نحتاج إلى الحوار العابر للمجالات والاختصاصات حول الذكاء الاصطناعي. هنا مرة أخرى مبدأ تعددية الأطراف لأصحاب الشأن مهم للغاية، كيف نناقش كيف نطور ذلك والتعاون ما بين المبادرات المختلفة أيضا هامة. يجب أن يكون هناك انسجام وتنارم ما بين المبادرات، لا يجب أن تعمل لوحدها، وتركيز أيضا على الخصوصية خاصة فيما يخص جمع البيانات المكتسبة. وأيضا علينا أن نكوي ونعزز الوعي بوجود الذكاء الاصطناعي، وأيضا في داخل المجتمع الفني، وأيضا الذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم خير المجتمع. وإذا هذا لمحة عامة عن المبادرات التي تتعامل مع موضوع الذكاء الاصطناعي، وهذه التساؤلات والمواضيع الرئيسية التي تتعامل بها الجميع. وددنا أن نلخصها قبل أن ننتقل إلى أهم الأسئلة الثلاثة. هل سأقرأها عليكم؟ نعم. فإذا فكرنا فيما يلي ثلاث مسائل رئيسية، فإذا ثلاث تساؤلات يجب الإجابة عليها من قبل المشاركين هنا على المنصة وأيضا من قبل الجمهور. هناك تقريبا نصف ساعة لكل تساؤل، ومن ثم لدينا وقت متاح للمداخلات. السؤال الأول، يعني هذا السؤال صعب بالنسبة أن الشخص يتقن اللغة الإسبانية كلغة أم، يعني ما هو ذكاء اصطناعي مسؤول خاصة فيما يخص إدارة وحوكمة البيانات، إذ أن هذا من أهم المواضيع المطروحة هنا في هذا المنتدى في برلين. السؤال الثاني، ما هو دور حقوق الإنسان والآليات القانونية من أجل أن نمكن من ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة؟ هل هناك دروس نستطيع أن نستفيدها من طرق قانونية مختلفة؟ وما هي المواضيع الأساسية في تطوير الذكاء الاصطناعي في عدد من المنظمات والمؤسسات؟ وبالنسبة للسؤال الثالث، كيف نستطيع ندخل الأطر الأخلاقية أيضا لنظم الذكاء الاصطناعي كي نحقق أهداف التنمية المستدامة؟ كيف نستطيع أن نتعاون بين مجموعات مصالح كي نحقق أفضل النتائج؟ ولنعود مرة أخرى إلى السؤال الأول، أود أن أذكركم مرة أخرى بالقواعد. كيف سنمضي قدما هنا؟ أعتقد أن جاز آلة جيدة أو موسيقى جيدة للاسترخاء، فإذا نود أن ندعوكم للمشاركة. فإذا لدينا ميكروفونات، لو كنتم جالسين في الصف الأول هناك أيضا ميكروفونات على الطاولة ويمكن المداخلة، وأرجو المقاطعة في أي وقت. كان هناك جلسة تحضيرية في الأمس مع الخبراء، وهذه الجلسة استغرقت بين ساعة ونص إلى ساعتين، فإذا أظن أننا استطعنا لو ربنا في ذلك بأن نطيل أكثر من ذلك بكثير. فإذا أرجو المقاطعة في أي وقت. ما المطلوب منكم أنكم تنظرون في ما هي حجم المسؤولية للأطراف الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي. إذا هي مسؤولية مشتركة، ولكن أين تقع أي قدر من المسؤولية؟ أين أي مجموعات؟ فإذا يمكنكم الاستخدام للحواتف أو الأجهزة الذكية كي تنقلون ذلك إلى اليمين وإلى اليسار. أرجو الدخول عبر التسجيل، وأرجو استخدام هذا الكود في العالة، ويمكنكم التأثير على هذا البيان هنا. فإذا سنعود إلى ذلك لاحقا. لا، بينما تقومون بذلك أود أن أعود إلى السؤال الأول. إذا السؤال الأول كان ما هو، إذن بالنسبة لي أيضا هذا صعب للغاية، ما هو ذكاء اصطناعي مسؤول وموثوق خاصة فيما يخص إدارة وحوكمة البيانات؟ نحاول أن نشفر هنا الآن عما نتحدث عنه، ونبدأ بتغريدة تغريدة مطولة. كيف تحددون وتشخصون ذكاء اصطناعي مسؤول؟ لا نبدأ بالضيف الخاص بل من الطرف الآخر. أظن شكرا جزيلا،
شكرا جزيلا على السؤال. بالنسبة لي الذكاء الاصطناعي مسؤول هو ذكاء اصطناعي وهو مجهز بشكل يركز على إنسان. نحن تابعنا وبدأنا النقاشات حول تطوير الذكاء الاصطناعي منذ 3 سنوات لدينا وذلك في المحافل الدولية. وجميعكم تعلمون أن هناك كانت مناقشات في داخل الأوي سي دي وفي داخل مجموعة 20 الكبرى وللتو شهدنا هذا البيان الرسم البياني والحكومات قد تبنت مبادئ خاصة بالذكاء الاصطناعي من ضمنها الأمن والسلام والتركيز على الإنسان والمحاسبة المساءلة وها هي أساس أو مبادئ أساسية لذكاء اصطناعي مسؤول وأظن أننا إلى حد ما نتفق جميعنا على ذلك إذ أن هناك إجماع عام حول حال ذلك. وبالنسبة لذكاء اصطناعي مسؤول هو ذكاء اصطناعي يترجم هذه المبادئ والآن سنناقش كيف نستطيع أن نطبق كل هذه المبادئ الكثيرة. نعم هذا حقا النقاش حول إمكانية التطبيق ولكن مرة أخرى أشار إلى المبادئ الأساسية. نعم فلا أود أن أعود مرة أخرى إلى تهديد الconfidentiality يعني الموثوقية يعني من القاموس الإنجليزي هذا شيء صريح وحقيقي وهذا هام للغاية بالنسبة لي بالنسبة للذكاء الاصطناعي. هل الذكاء الاصطناعي صريح وأصيل وحيث يستخدم الكثير من البيانات ويقوم بتشخيص هذه البيانات وعلينا أن نضمن أنها يتماشى مع المبادئ. المفوضية الأوروبية أيضا لديها تحديد لمفهوم الذكاء الاصطناعي المسؤول حيث هناك أن قانونية وتشريعية وشرعية المبادئ التقنية إذا أيضا المسؤولية التقنية هامة والوعي التقني وإذا هنا العنصر الاجتماعي موجود فإذا هذه الصراحة والأصلية أيضا هامة للغاية وهذا يعجبني كثيرا. شكرا على هذه الملاحظة. أظن أن الميكروفون سيشتغل بشكل تلقائي إلا فسأسلم لك هذا الميكروفون الآخر. شكرا جزيلا. بالنسبة إلي الذكاء الاصطناعي المسؤول هو ذكاء اصطناعي يجمع بين منهجين أو نموذجين. يعني ذكاء الاصطناعي يعني الاصطناعي يشير إلى العنصر التقني والذكاء هذا يشير إلى الجانب الإنساني والعنصر الإنساني. فلكن الخوارزميات تتعلق باتخاذ القرارات وبتعلم ونحن البشر نتخذ القرار ليس فقط على صعيد الاصطناعي أو التقني بل في سياق إنساني. فإذا بالنسبة لي نتيجة ذلك الذكاء الاصطناعي ذكاء اصطناعي مسؤول ذكاء اصطناعي يطور المواضيع التقنية تماشيا بالتشابك مع الجوانب الإنسانية حيث يجمع بين العنصرين إذ أننا بشر. إذا ذكاء اصطناعي غير مسؤول هو ذكاء اصطناعي يركز فقط على الجانب التقني أي على تحسين إمكانيات التكنولوجيا فهنا القيم الأساسية للإنسان وكذلك السياق الإنساني يترك جانبا مثلا الأهداف المشتركة كيف نتعاون كيف نحل النزاعات معا كيف نشفي الأمراض أي الجوانب الصحية. لو سألنا الناس إذ أنني أنا خوري أو كاهن عندما أسأل الناس لماذا تصلون يعني يقولون أول شيء من أجل الصحة الجيدة يعني فإذا الذكاء الاصطناعي يؤثر على علاج الأمراض وعلى كيفية المعالجة للأمراض والنزاعات والصراعات أيضا موضوع هام للذكاء الاصطناعي حيث الذكاء الاصطناعي أيضا وسيلة من أجل حل النزاعات. فإذا ذكاء اصطناعي مسؤول هو ذكاء اصطناعي الذي يجمع بين الذكاء
وبين الجانب التقني والبشري. ومن وجهة نظر حكومي هو الذكاء الاصطناعي يساعد المطورين والشركات والمستخدمين في الاتجاه نحو هذا الطريق. شكراً، هذا فعلاً رؤية شيقة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي غير المسؤول. والآن أود أن أسير على السبيل الفلسفي. طبعاً أنا ممثل المجتمع التقني، ولكن الآن أتطرق إلى المواضيع الفلسفية. عندما نحاول تحديد المسؤولية، وبارحة قلت في الأول لازم ننظر إلى الغير مسؤول ثم نحدد النتيجة المرغوب. ومثلا نرى أن المناقض لذلك، العكس لذلك، هذا هو العادل، يعني العكس من غير العادل. وأعتقد غير وعدم المسؤولية وفي تحديد ومناقشة هذا يعني الذكاء الاصطناعي يتعلق الأمر بالنظر إلى الجانب الإنساني، وأعتقد يتعلق الأمر بالأوتسورسينج المعنوي. يعني إذا كان هناك أي تصرف يضر على طرف معين، لأن هذا نتيجة لصنع أوتوماتيكي للقرار، إذن لا تكمن المسؤولية لدى من كان يخلق الخوارزمي، ولكن المسؤولية يعني كثير من الحجة هي نقل المسؤولية إلى طرف آخر، وأعتقد هذا غير عادل. والمناقشة تدور حول الموضوع التالي، يعني إن كان الأمر متعلق بصياغة القوانين وتحديد المبادئ الأخلاقية، من المهم أننا نعرف أن الذكاء الاصطناعي هو شيء نخلقه، هذا منتجنا. وعندما نتخيل بأن الذكاء الصناعي هو أكثر من ذلك، وهذا متعلق أيضا بموضوع الإنسان الآلي والأخري، ولكن الذكاء الاصطناعي ليس له القدرة المعرفية التي لدى الإنسان. إذن هذا مسؤوليتنا، كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي. إذا فهمتك بشكل صحيح، يعني الذكاء الاصطناعي المسؤول، الإنسان المسؤول. وطبعا سنعود إلى موضوع المسؤولية لاحقا. صباح الخير، أود أن أرد على ذلك أيضا من الناحية الفلسفية. وأعتقد أن كل الفاعلين الذين رأيناهم في هذا الرسم البياني هم أيضا من يتأثر بالذكاء الصناعي، الذي يفقد مثلا فرصة العمل ولا يكون معنا هنا، أو يتعرض لآراء مسبقة ونمطية. وبهذا السبب أعتقد لابد من الإشارة إلى أهمية المسؤولية الكبيرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. أتقيد بالقواعد، يعني بالنسبة لي الذكاء الاصطناعي المسؤول يعني الذكاء الاصطناعي الذي تفهمه جدتي، الذي قابل للتوضيح ويمكن يطبقه أيضا أطفالي، يكون مفهوما. ما يمكن أقوله لم يقل حتى الآن. بالنسبة لي الذكاء الاصطناعي المسؤول هو شيء بسيط جدا، يعني تطبيق التكنولوجيات المركزة على الإنسان، ويتم تطويرها من أجل تحسين كفاءات ومهارات البشر.
مهم أن كلمة اصطناعي يلفت النظر إلى الجوانب الخاطئة. نحن نعتقد أن الذكاء الاصطناعي هذا ذكاء يكون ورائه الإنسان، ولكن كيف يمكن أن نضمن أن الأفضليات لهذه التكنولوجيا يتم استعمالها بشكل سليم؟ وعندنا مركز للمحاسبة الموثوقة، وسألونا لماذا موثوقة، وقلنا من المهم أن نستخدم التكنولوجيات التي يثق فيها البشر. وعلينا أن نشير أيضا إلى الميزات للتكنولوجيا وما هي ما هو الذكاء الكامن في هذه التكنولوجيات. والمسألة هي دائما كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل الخير. هناك كثير من المناقشات حول الجوانب السلبية للذكاء الاصطناعي، ولكن نريد أن نستخدمه بشكل جيد، مثلا لتحسين حياة المعاقين أو تحسين تطبيق حقوق الإنسان، وكيف يمكن أن نجعل الذكاء الاصطناعي جزءا للحل. أعتقد هذه المناقشات لا تدور كثيرا في الرأي العام. يعني الذكاء الاصطناعي هو الموثوق، هو ذكاء اصطناعي ربما نريد يكون عندنا في العائلة في بيتنا. هل هناك شيء تعلق عليه؟ أنا عملت بعض المدونات، مثلا العدالة والتعاطف والشفافية والمحاسبة والثقة. يعني لم تذكر التكنولوجيا، ولكن المسألة هي كيف نتعامل مع التكنولوجيا. وأعتقد من المثير أن نرى كيف يتم استعمال التكنولوجيات في خدمة البشر، في خدمة المجتمع. كيف تتطور هذه التكنولوجيات، كيف يمكن استعمالها لتحقيق الأهداف الجيدة. هل نسأل الجمهور عن أسئلة واستفسارات من هناك؟ قد يكون مهم أن نسمع ما هي أفكار الجمهور. يعني كيف تحددون، كيف تعرفون الذكاء الاصطناعي؟ طبعا هناك أيضا مشاركا عن البعض. هل هناك تأملات عن ذلك؟ خذوا الميكروفون وقدموا أنفسكم باختصار، وكي يمكن أن يسمع ذلك أيضا من الكاتب النص. صباح الخير، شكرا. اسمي ديبرا وأنا من إيطاليا، وأنا وعي الناس عن موضوع حقوق الإنسان. أنا أيضا عضو في المجلس الشباب للمجلس أوروبا، وكان مفاجئ جدا هنا. يعني في التعريف لم تقدموا تعريفا لمصطلح موثوق أو هكذا، يعني لم يتم تحديد حقوق الإنسان. ونلاحظ في هذا النوع من البيئة نسمع كثيرا ما لابد من حماية حقوق الإنسان، ولكن نسينا أن حقوق الإنسان هي أمر عالمي وشامل. وطبعا حقوق الإنسان متفاعلة من بينها، وأحيانا هي مهمشة في المناقشات حول التكنولوجيا. وعندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، طبعا هذا شيء مخلوق من قبل البشر، والذكاء الاصطناعي يمكن تدريب البشر من أجله، ونستخدم البيانات لذلك. وعندما نقوم بتدريب حول الذكاء الاصطناعي، لماذا لا ننقل أيضا مبادئ حقوق الإنسان إلى المتدرب؟ وعندما نتحدث عن ذلك، أود أن أشير إلى مشروع ليجيك للاتحاد الأوروبي. هذا مشروع لخبراء
وهم مدعوين إلى التقدم بمشاريع تساعد في بناء الإنترنت المستدام، ولكن أعتقد حتى الآن عدد المشاركين لم يزيد عن 32 شخص. لماذا لا يمكن محاسبة الحكام التقنيين التكنولوجيين أيضا يعني ونسألهم كيف يشجعون حقوق الإنسان؟ أحيانا هذه القرارات صعبة جدا، أحيانا يكفي أن يتم تزويد الأطراف المعنية المناسبة لتمكينهم من تحقيق ذلك. هذا شيء يهمنا في كل المجالات وهذا قابل للتحقيق. لقد أشرت إلى شيء نوقش يوم الأمس، طبعا قلنا لا نتحدث عن التمويل، لا لا أمزح فقط، ولكن طبعا سنتحدث عن موضوع التمويل لاحقا، أو ربما يمكن تردون بسرعة الآن. يعني حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، هذا سمعناه في الأمس وفي العام الماضي ناقشنا ذلك. يعني كرامة الإنسان، حقوق الإنسان، هذا مهم. أنا ممثل مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويسرني بأن الجمهور كان يتطرق إلى هذا الموضوع، وطبعا هناك حوارات ومناقشات كثيرة حول الأخلاق وحقوق الإنسان، كثيرا ما يتم النظر إلى ذلك بالتناقض، ولكن أود القول إن السيدة على حق، يعني لابد من إدراج حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية في موضوعنا، لأن الأخلاق تعلم ما يجوز نعمله أو لا يجوز نعمله، وحقوق الإنسان هي حقوق عامة عالمية، ونحتاج إلى هذا الإطار لحقوق الإنسان في أفكارنا الأخلاقية. وهناك رسم بياني واضح جدا يخلق الارتباط بين المبادئ والمناقشات الأخلاقية حول موضوع الذكاء الاصطناعي، ولكن في الحقيقة ونحن واعيين جدا بذلك أن أنا نتساءل كيف يمكن تحقيق كل هذه المبادئ، كيف يمكن ترجمتها إلى الواقع. وفي هذا الحال يجب أن نفكر في صياغة القوانين وتفكير في وضع حقوق الإنسان كأساس لهذه المناقشات، أن يتم ترجمة ذلك إلى الواقع، إلى الإنسان الواقعي وحمايته في الحياة اليومية. الأمر اللافت هو أننا نناقش العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، ولكن ماذا بالنسبة للجوانب الاقتصادية الاجتماعية؟ طبعا هناك قائمة جيدة لأفكار حقوق الإنسان، ولكن هل يتم تطبيق ذلك أيضا في الحياة اليومية؟ هل يمكن أن توضح كيف يتم تأثير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؟ هذا سؤال صعب. شكرا. من رؤية الحكومات طبعا نحن على يقين أن نحن واعيين بأن الأساس، نحتاج إلى الأساس للتصرف الأخلاقي وجانب الحقوق الإنسانية، يجب إدراجه أيضا في تطوير الذكاء الاصطناعي. ولكن كثيرا ما نلاحظ أن هذه الجوانب تتماشى مع تقاليد ثقافية مختلفة، وعندما نرتفع إلى المستويات العالية للأخلاق، أخلاق حقوق الإنسان، نتوصل أحيانا إلى مجال قد يكون من الممكن أن نتفق على مبادئ حقوق الإنسان على مستوى تجريدي جدا، ولكن عندما نتعمق في التفاصيل نلاحظ أن هناك أيضا فوارق ثقافية وحضارية تؤدي إلى أجوبة مختلفة في المجتمعات المختلفة، وبالتالي لا أستطيع إعطائكم جواباً أيضاً حول يمكن
تصعيد الاستثمارات الاقتصادية من أجل تشجيع التصرف الأخلاقي، ولكن في رأينا هناك كثير من المشاكل في مجال حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي. وأعتقد رؤية إلى هذا الموضوع هي النظر إلى الأفضليات ومراعاتها، الأفضليات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. أعتقد من ناحية يمكن الضمان إن الكل، يعني كل شخص عنده المعرفة والدراية الكافية للمشاركة في هذه التطورات، ونحن عملنا بشكل دؤوب أن ندرس كيف يمكن تعلم ذلك ابتداء من المدرسة الابتدائية، يعني خصوصا في المواد العلمية، ليس فقط الرياضيات ولكن أيضا الفكر التحليلي. والأمر يحتاج أيضا إلى التعاطف لإيجاد الحلول، وهذه الجوانب تتفاعل. يعني هذا متعلق أيضا بالجانب الإنساني، يعني نعمل كثيرا أيضا من أجل التعلم طول العمر. وهناك جانب ثاني، عندما نركز على الحقيقة أو الرغبة بأن الأفضليات هي متوفرة للجميع، هذا موضوع مهم جدا. وهناك جمل مختلفة للبيانات المتوفرة للباحثين، مثلا نحن نتعاون مع OECD وعندهم جهة مشرفة على حقوق الإنسان، ويدرسون مثلا دراسات أو يدرسون بشكل عام يعني كيف يتم نشر الابتكار والاختراعات، وكيف يمكن استخدام جوانب إنسانية مثل التعليم والتعاطف الأخري. هناك غير من الجوانب ومن الأصناف. وطبعا فكرنا أيضا في المسألة كيف يمكن المشاركة في البيانات، ولكن طبعا من المفروض أن المؤسسات تعرف ما هي البيانات التي يمكن تجزئتها أو نشرها أو التي لا يمكن نشرها. شكرا على الإشارة إلى موضوع البيانات. أعتقد هنا تبدأ المسؤولية من المسؤولية الإنسان من جديد. شكرا جزيلا كارين، إنك تحدثت عن هذا الجانب. ومشكلة نواجه حاليا هي احتكار البيانات من قبل الشركات الكبيرة، ولا نريد نصل إلى حالة يوجد فيها خدام البيانات ومالكي البيانات، لأن البيانات طبعا هي الأساس للذكاء الاصطناعي. وعندما نقصي البيانات عن الأخلاق بنتهي الموضوع كله. إذن لابد من التساؤل، ليس فقط كيف يتم المشاركة ونشر البيانات، ولكن أيضا هل يستفيد الضعفاء أيضا من أفضليات الذكاء الاصطناعي. أعطيكم مثالا ملموسا، يعني سؤالك كان متعلق بالاقتصاد، يعني الذكاء الاصطناعي كثيرا ما يحل محل فرص العمل ويغير سوق العمل. طبعا العمل، فرصة العمل، هذا ليس فقط بمقابل المال، ولكن هذا شيء من جذورنا الثقافية. نحن كبشر نتطور من خلال العمل. إذن الذكاء الاصطناعي طبعا يخدم الشركات، ولكن يؤدي ذلك إلى
تقلص عدد الفرص للعمل. من يدفع؟ من يتحمل هذه الخسائر؟ إذن النقطة هي فعلا ما هي الفائدة والانتفاع من هذه البيانات؟ ينتفع منها البعض فقط. هل هم على استعداد لتحمل هذه التكاليف، يعني لإعادة توزيع فرص العمل، لتغيير مفهومنا من العمل، لتغيير استخدام الزمن المتوفر؟ طبعا هناك أسئلة أخرى، وكنت أتذكر هذا السؤال متعلق ومناسب لما قيل من قبل. قلت التدريب والتعليم المتساوي. أنا من بلد نامي ومتوسط التطور، وبيجي سألت كيف يمكن تطبيق ذلك في خدمة البشرية كلها، أن الجميع يستفيد من ذلك. ولكن ربما يعني سكان في الدول النامية بيفهموا ذلك أحسن من ربما، يعني أحيانا هناك فعلا تقييدات معينة من التطور، ولا نفكر ولا نتذكر بهذا الجوانب. ربما تستطيع أن تتحدث عن ذلك. أود أتحدث عن موضوع التدريب والتعليم، ولكن من ناحية الإدماج والشمولية. يعني هناك أجندة إفريقية، وعندما نرى الشركات الجديدة المتعلقة بال الذكاء الاصطناعي، نلاحظ أن هناك ليست امرأة فيها. ونحن درسنا الأوضاع في الجامعات، وفي أوغندا شفت يعني قوائم الدارسين للتكنولوجيات المعلوماتية، وهناك أحيانا فتاتين فقط في من بين 40 دارس. وإذن لابد من زيادة إسهام النساء في ذلك. ولكن الأمر الجيد، هناك توازن بين الجنسين هنا على المنصة. عندي سؤالين مضادتين أو ربما حتى أجوبة. أولا، نعم للتعليم. طبعا هذا مناقشة مع أمي باستمرار. إذا ظهرت مشكلة تقول الحل هو التعليم. لا ونعم. تم مثلا شن الحرب العالمية الثانية من قبل بلد كان على مستوى عالي جدا من التعليم. وعندما ننظر إلى أمريكا اللاتينية، إلى أفريقيا، إلى أجزاء من آسيا، لا يوجد هناك المستوى الأدنى من التعليم. نتحدث عن المستوى الأدنى ولا نتحدث عن المستوى الكافي للذكاء الاصطناعي. وطبعا هناك أفضليات، يعني من الأسهل تعلم اللغات، وفي بلدان الفقيرة يتم ذلك، ولكن المسألة كيف يتم تدريب وتأهيل للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. والسؤال الذي أود أن أطرحه، إن الدول والحكومات تريد الدخل لممارسة سياساتها. لا أذكر الدولة، ولكن هناك دول عندها خطط معتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتنقلون هذه الخطة إلى دولة نامية، ويقولون أنتم بالحاجة للتكنولوجيات حديثة، وعندما تشترونها منا يمكن تراقبون السكان في بلادكم. وطبعا الحكومات في الدول النامية طبعا متحمسة بذلك. هل نحتاج إلى ذلك؟ وطيب أنكم لا ذكرتم أسماء الدول. لدينا سؤال من نقطة الاتصال عن بعد من يوهانس. ما يجب أن تلعب المؤسسات التجارية من دور في المسؤولية والمحاسبة لجمع البيانات، وما هي المصير الحالي لجمع البيانات من قبل المؤسسات الكبرى؟ شكرا جزيلا وصباح الخير لنقطة الاتصال عن بعد. فإذا في الجزء الثالث سننتقل للتطرق إلى سؤال من سيكون مسؤولا عن من، وما تسيطر عليه الشركات. فإذا ما
مرة أخرى بعد دقائق يعني بعد المراجعات الصغيرة يعني ليزا ومن ثم الزميل الأخرى. فود أن أعود إلى السؤال والنقاش حول الجيوسياسي والاقتصاد. حسب خبرتي الوضع كالتالي، أن هذان المجالان في نهاية المطاف يعني اللعبة يتغلب عليها الشخص ويخسر فيها الشخص الآخر أو الطرف الآخر. ولو لم نتدخل الآن خاصة فيما يخص الشمولية والذكاء الاصطناعي، سنلاحظ ذلك مرة أخرى، أن نخرج بلعبة الصفر حيث لا أحد يستفيد ولا أحد يخسر. فإذا يعني نستطيع أن نرى أن هناك فائدة، يعني حيث السيدات والمجموعات المحمشة يمكن أن تدمج، فيمكن أن تكون هناك شمولية. ما نراه في تونس مثلا حيث تم إنشاء المنتدى لحوكمة الإنترنت، وهذا ممكن أيضا في أماكن أخرى. هذا كان الحدث منذ إنشاء وتأسيس هذا المنتدى، ولكن لم نحقق ذلك بعد. والأشخاص وأناس في أنحاء العالم، في أفريقيا وفي جنوب أمريكا وفي أنحاء أخرى من العالم، يعني يجتمعون هنا، ونحن جميعنا محددين بأننا نبني مرة أخرى هذه اللعبة التي يخسر فيها طرف ويفوز فيها طرف آخر. فإذا يتطول يحتاج ويستغرق وقتا طويلا، والآن النقاشات صعبة بالنسبة للعواقب السلبية. بالنسبة لعام 2030 وتحقيق الأهداف، أنت متفائل؟ حسنا، كان بودي أن أتعامل مع سؤال ديبرا من إيطاليا، ولكن قبل ذلك فقط شيء آخر. فقط تأكيدا على ما قيل، حسب وجهة نظري وبناء على معرفتي، هو نقاش حول حقوق الإنسان والأخلاقيات حسب رأيي غير منفصلين عن بعضهم البعض، يعني أظن أنهم مرتبطتان ببعضهم البعض. يعني ربما هذا وجهة نظري غير المتواضع يعني أن أنظر إلى ذلك من هذا الجانب، ولكن مثال على ذلك، لدينا مبادئ أساسية توغناها يجب الذكاء الاصطناعي أن يتمكن منها، وثلاث أركان أساسية. الركن الأول هو الدعم وتعزيز حقوق الإنسان، وهذا تم اتخاذ القرار بالنسبة له من جميع الجهات، من الـ OECD ومن الأمم المتحدة. وإذن هذا العنصر الأول أو الركن الأساسي الأول. إذن الذكاء الاصطناعي يجب أن لا يركز فقط على الإنسان، بل يتوى ويدعم حقوق الإنسان. الركن أو العمود الثاني أيضا يتعلق بحقوق الإنسان. هنا يدور العمل حول حق تقرير المصير السياسي، فهذا يتعلق بالمعتمدية والجدارة بالثقة والشفافية وكل هذه الأشياء، حيث أساسا يعني هذا هو المبدأ لجميع المبادئ الأخلاقية الأخرى. فيجب أن أذكر هنا أيضا الـ ONGPs يعني التي ذكرت في الأمس في سياقات متعددة. ولكن الوضع كتالي، إن المبادرات المختلفة توصياتنا للحكومات حتى في الجزء الأول توضح تماما أن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة للشركات ولحقوق الإنسان يجب أن تطبق كذلك وتنفذ. يعني هذا الشيء الأول، يعني نقول أننا يمكن أن ننظر في هذه القواعد والإرشادات العامة ونعتبرها أسس أساسية من أجل بناء الذكاء الاصطناعي. يعني يجب تنظيم الأسواق والتمويل أيضا لما ليس لهم إمكانية الوصول إلى إنترنت واسع النطاق، وأيضا يجب أن نخدم الناس والإنسان. وهنا يدور الأمر ليس فقط حول مصلحة أصحاب الأسهم، مالكي الأسهم والربح، ولكن هناك عدد من المبادئ الأخرى أيضا، مبادئ خارجة عن لجنة رفيعة المستوى لدى لدى الاتحاد الأوروبي ومن الـ OECD وإلى آخره، وهذا لا يتعارض بعضه البعض. فباختصار شديد، من أجل أن نحقق رؤية عام 2030 علينا أن نجادل ونجاهد مثل الأسود. فإذا قد
قدمنا عملا رائعا في جمع هذه المبادئ، ولكن لو نظرنا إلى الأشخاص الذين لا يتمتعون بالوصول إلى التكنولوجيا هي المشكلة. وأظن أنه كان الأمين العام الذي أشار إلى إحصائيات حيث قال أن 2% من السيدات في أمريكا اللاتينية يملكن هواتف نقالة ذكية قادرة على الدخول إلى الإنترنت. لو كنت مثلا سيدة أعمال في أمريكا اللاتينية وتود أن تبني هذه الشركة أو هذه التجارة، يعني ليس لديك ولوج إلى الإنترنت، كيف ستفعل ذلك؟ ومن الواضح تماما ومن بديهي أننا سنجادل مثل الأسود، يعني وأن نجمع بين الحكومات والجهات الأخرى، قال لا نتبادل فقط الكلمات الجميلة بل بأن نحقق فعلا من خلال هذه الجهود، وأتمنى أننا سنحقق ذلك لغاية عام 2030. فهذا أظن انتقال جيد للجزء الثاني. نعم لدينا بعض المبادئ هذه الجيدة، ولكن دعونا ننظر في كيفية تطبيق وتنفيذ هذه المبادئ. ولكن بيجي مرة أخرى ختاما لهذه الجولة الأولى. نعم هناك تعليقان كانت حول المبادئ والإرشادات العامة، يعني أسئلة أساسية، أين الجانب الاقتصادي؟ لماذا لم يتحقق كل ذلك؟ وأظن أنه يتعلق بأن الدوافع غير متوفرة، إذ أن ما هي الدوافع الموجودة حاليا والحوافز؟ يعني لا تدعم حاليا الذكاء الاصطناعي المسؤول، وعلينا أن نغير هذه المعادلة بالطريقة كي نقدم مميزات تنافسية للشركات التي تنفذ هذه المبادئ مقارنة بالمؤسسات التجارية الأخرى التي لا تفعل ذلك. فإذا مكافأة تجارية في السوق لهذه الشركات، فالحكومات أيضا يجب أن تطبق التقنين للشركات التابع لها، حيث الشركات تخضع لهذه الإرشادات ويجب أن تتصرف بشكل يتماشى مع حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية. يجب أن نناقش التفاصيل لاحقا، ولكن الأساس هنا أن الشركات يجب أن تجعل من هذه المبادئ الأخلاقية جزء أساسي من نموذجها التجاري، بأن يكون هناك أيضا خسارة لمن لا يمثل ذلك. شكرا دليلا، هذا كان انتقال رائع. انتقلنا من ماذا عن الحديث عن الكيف. وقبل أن أسلم الكلمة لأولغا علينا أن نعرض الشريحة التالية. لو حقا كان بودكم أن تشاترونا بشيء يمكنكم تطبين ذلك ليس عن طريق التغريدات ولكن عن طريق المدونة، لربما نتنفس نفسا عميقا لحظة واحدة كي نحضم كل ما استمعنا إليه للتو. أظن أن الخبراء أيضا أثاروا أسئلة أكثر مما كانت موجودة لدينا في البداية. هذا كان لربما أيضا شيء متوقع من هذه الجلسة. أود أن أبرز جملة قالتها بيجي، كيف نستطيع أن نطبق ذلك؟ كيف نستطيع أن نجبر الحكومات والمؤسسات على تطبيق ذلك في إجراءات ملموسة؟ السؤال الثاني، أم نريد أن نبدأ بالجزء الثاني من الجلسة؟ لا. إذن حسناً، ما هو دور لحقوق الإنسان والأدوات القانونية في التعامل المسؤول مع البيانات ونظم الذكاء الاصطناعي؟ هل نستطيع أن نستفيد شيء ونتعلم شيء من النظم القانونية القائمة حاليا؟ هل نستطيع أن نحافظ بالمعايير الموضوعة حاليا في مجال حقوق الإنسان، أو علينا أن نعدلها؟ وكيف نستطيع أن نطبقه على الذكاء الاصطناعي؟ أم نحتاج إلى حوار متعدد الأطراف لأصحاب الشأن كي نعدل هذه المبادئ كي تتماشى مع الظروف القائمة؟ كيف نستطيع أن نطبق القانون السائر المفعول على التعلم للمكائن وعلى الذكاء الاصطناعي؟ وهذا إذن هذه المجموعة التالية للأسئلة. رغم بيجي أولا، لا عالم، ماذا تفكرين؟ ما هي رؤيتك لحقوق
الإنسان وإيثار حقوق الإنسان القائم؟ هل يجب تعديله؟ هل يمكن تطبيقه كما هو؟ هل نحتاج إلى نقاش إضافي آخر؟ شكراً على هذا السؤال الواضح والصريح، إذ أن الكثير قد يظن أن بعض الأسئلة التي تشغلنا حديثة العهد وغير مفكرة لدى الأشخاص الذين عدوا في عام 1948 العلامة العالمي لحقوق الإنسان. يعني نستطيع أن نتساءل هنا في هذا الصدد، هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما زالت كافيا؟ والجواب هنا نعم، عموما نعم. وعندما لم يكن كذلك، هذه في مواقع حيث لا نعرف حتى أين الثغرات، إذا لم ننجز هذا العمل الشاق حيث لم نطبق الإطار القانوني للقواعد القائمة، ومن ثم إذا تبقت هناك ثغرات حيث نحتاج إلى تصديدها سنشخصها، ومن ثم سننجز ونستطيع أن ننجز هذه الإجراءات الإضافية. ولكن لدينا 7 سنوات من الخبرة، أي أننا هناك شيء مثل الحق في الخصوصية وكرامة الإنسان فصلناها وفككناها كي نرى كيف نستطيع أن نطبقها بشكل ملموس كي نجيب على الكثير من الأسئلة المطروحة من قبل الذكاء الاصطناعي. والإرشادات العامة للأمم المتحدة هي نقطة انطلاق جيدة كي ننقل المسؤولية على الشركات والحكومات، وهذا بكل وضوح هكذا، وهنا علينا أن نطبق هذه الإرشادات. ولكن من الواضح أيضاً أننا لم ندرك بعد كيف سيعمل ذلك بالشكل الملموس، ولذا لدينا مشروع حيث نتعاون مع الشركات، حيث الإرشادات الأممية لديها تاريخ طويل طبقت في جميع المجالات، في مجال التعدين مثلاً، قطاع تعدين. فماذا يعني ذلك أن نطبق ذلك على تطبيق تكنولوجي جديد أو على جهاز تقني جديد في العالم المعاصر؟ والنقاش الآتي يجب أن يكون حول كيفية تحمل المسؤوليات من قبل الشركات وللأضرار الناتجة لاحقاً عن هذا التطبيق، مثلا ناتجة عن أشخاص مثل التعرف على الوجوه. وإذا هذه السيناريوهات تتعامل مع أشياء ملموسة جدا، فإننا نسجل أن هناك أشياء أصلا موضوع في الإطار القانوني الموضوع، كي من ثم نستطيع أن نضيف عليه. هذا أصبح موجودا وهذا الإطار قائم، وكما قلت إن الشركات مستعدة على التعاون معكم وأن تحاول أن تطبق هذه المبادئ في التكنولوجيا. ما هو شأن بالنسبة للحكومات والمنظمات الدولية الأخرى في الفاتيكان؟ أي الشركات تطبق هذه التكنولوجيا وتطور هذه التكنولوجيا، ولو ما أصبحت لديها هذه المنحاج أنه يتم إدراج وإدخال موضوع حقوق الإنسان منذ البداية؟ وما هو شأن بالنسبة للتقنين من قبل الحكومات؟ ما هو الجانب القانوني؟ كيف الجانب القانوني؟ أود أن أتعمق في هذا الجانب مرة أخرى. نعم، حقوق الإنسان وهذه المبادئ موجودة لدينا، ولكن لم تطبق بشكل كامل حتى الآن. ولكن الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا جديدة، فإذا هي عرض جديد حديث الاكتشاف. فإذا الذكاء الاصطناعي له تأثير على سلوكياتنا الانتخابية والاختيارية، وهنا يجب أن نتصرف بشكل أخلاقي. هذا سيكون له تأثير على الديمقراطيات، وهنا نحتاج إلى التنظيم والتقنين. وكان لدينا مؤخرا نقاش مع الاتحاد الأوروبي، وكان هناك خبير من إحدى الشركات قال أن تقنين الذكاء الاصطناعي هو بمثابة تقنين البحر. هذا شيء شبه مستحيل. يمكن أن نخلق حوافز والدوافع، نستطيع أن نقنن التصميم، ولا نستطيع أن نقنن وننظم الذكاء الاصطناعي بحد ذاته. ولماذا نكرر الحديث عن البيانات؟ نعم حسناً، الذكاء الاصطناعي مبني على البيانات، والبيانات الموجودة البيانات ناتجة عن الماضي وهي مسجلة. 80% من يعمل في سيليكون فالي من الذقور البيض،
ولو وددنا أن نشمل هنا السيدات، يعني هذا فقط مثال واحد على ذلك، وكيف استطعنا أن نخلق ذكاء اصطناعي موجه نحو المستقبل؟ كما قلت هو مبني على بيانات الماضي موجودة، ولكن كما قيل سابقا يجب أن نركز على الإنسان، يعني ماذا يعني أن نكون إنسانيا معا؟ وهنا نتحدث في التكنولوجيا عن البيئات، المحيط البيئي، يعني هذا مصطلح من الطبيعة، يعني ماذا يعني أن يكون إنسانا في بيئة حيث القيم لا تتماشى مع الإنسان؟ وهنا حقوق الإنسان مفيد جدا، هنا أتفق معكم، ولكن إلى أي كيف نستطيع أن نحدد بعض المبادئ الأخلاقية كي ترشدنا نحو مجتمع أكثر شمولية، نزاهة وعدالة ومعارضة عدم تساوي في القوى، ولدينا بيانات من الماضي وعدم توازن في القوى، في ميزان القوى، كيف نستطيع أن نضمن أن تستخدم السلطة من أجل خير الجميع؟ هل لديك فكرة حول ذلك؟ أظن عندما بدينا هذا النقاش حول الذكاء الاصطناعي اعترفنا بأن لربما سيكون لذلك تأثير هائل على المجتمع وعلى الاقتصاد، ولا ينحصر على بلد واحد فقط بل ينتوي على العالم بأجمعه. ومنذ البداية كنا مقتنعين ومؤمنين بأن علينا أن نستفيد إلى أقصى حد من هذا التأثير التقني، وهنا يجب أن ننظر في الجانب الإيجابي. إذن الموضوع المقصود هنا هو أننا نستفيد إلى أقصى حد من الفوائد المستحقة من قبل الذكاء الاصطناعي، وأن لا نقنن ونقيد استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مفرط. وفي دول السبع الكبرى ناقشنا هذا الموضوع، وإذ أنها الذكاء الاصطناعي في أيدي هذه الدول، ولكن إذا ناقشنا ذلك في مجموعة مصررة من الدول، وكان حتى في ذلك الحين وكان عاما للغاية، كنا حتى في ذلك الحين نصغي إلى القطاع الخاص وإلى المجتمع المدني. فإذا كان لدينا هذا المبدأ طبعا منذ البداية، وهذا كان هام للغاية، أن هناك تعددية الأطراف لأصحاب الشأن، كان نود أن ندمج كافة المواقف والرؤى لهذه المجموعات. وبعد بدء هذه المناقشات قد توسعنا دائرة المشاركين، قد أدمجنا قطاعات وبلدان ومجالات أخرى، المجتمع المدني، البحث العلمي، وأيضا في مجموعة دول العشرين الكبرى وفي الـOECD أجرينا هذه المناقشات كي نغطي مجالات جغرافية أخرى. فمن هذه الزاوية أستطيع أن أقول أن الأمم المتحدة والمنتدى هنا هو المنسق الأمثل لمناقشة هذه التكنولوجيا الجديدة ولتحقيق الفائدة الأفضل من ذلك من خلال مبدأ تعددية الأطراف. إذن هنا أقترح أننا نعود مرة أخرى إلى الأسئلة من الجمهور. لدينا أظن ثلاث أو أربع أسئلة قد جمعناها، فإذا تفضل أرجو التعريف بأنفسكم أولا. صباح الخير، أنا من جامعة خوان. شكرا جزيلا على تنظيم هذه الحوارات الهامة، وأعتقد أن ينبغي علينا أن
نصدر معايير خاصة بالمسؤولية الخاصة لشركات الذكاء الاصطناعي، يعني corporate social responsibilities، يعني المسؤولية العمل للشركات التي تقوم بتطوير الذكاء الاصطناعي. وأنا على يقين بأن مجتمع الـ IGF يمكن تلعب دورا فيصليا في هذا الموضوع. ونحن علاوة على ذلك بالحاجة إلى إجراءات خالقة الثقة من قبل الشركات، وأعتقد أيضا التعاون مع الأطراف المعنية قد يكون مثمرا، ونحتاج إلى معايير عملية فيما يتعلق بتصرف شركات الذكاء الاصطناعي. وأقترح بأن بولندا ستدرج هذا الموضوع في جدول عمل المؤتمر القادم. هذا شيء مثير جدا، يعني الذكاء الاصطناعي ومسؤولية الشركات. هناك رجال التكلم. شكرا للمدراء والمشاركين في هذه المناقشة المستفزة. أنا ممثلة حكومة كوستاريكا، وأنا عضو في الـMIG. وسؤالي هو التالي: أنا من الخبراء الحكوميين بالنسبة للتكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالأنظمة الأسلحة النووية، وهذه المناقشة حول تطبيق حقوق الإنسان هي مناقشة ذات أهمية كبيرة. وأتفق مع السيدة هيكس على أننا فعلا عندنا إطار جيد لحقوق الإنسان، ولكن لا يتم تطبيقه بشكل كامل، وليس فقط من قبل القطاع الخاص، ولكن أعتقد بشكل عام لا يتم تطبيقه بأكمله. وإذن عندما ننظر إلى تطور التكنولوجيات التي قد تحسم الحياة أو الموت، يعني نتحدث عن القرارات التلقائية بالنسبة لأنظمة الأسلحة القاتلة، وأعتقد هناك فعلا فجوة لابد التعامل معها. هذا ما تخشاه أيضا جمعية منظمات الصليب الأحمر. هذا السؤال أود أضيفه إلى النقاش. شكرا. نعم شكرا، هذا مساعد جدا. يعني كيف يمكن أن نربط كل هذه الجوانب المختلفة؟ ورجاء يمكن أن تتكلمون أيضا عن التعاون على رفيع المستوى. هناك سؤال من البعض عن البعض، وهناك أيضا سؤال هناك. يعني باختصار، طبعا هذا سؤال طويل من ميونخ. هناك فجوة في تطور السياسة، وخصوصا بالنسبة لرسم الخطوط الحمراء. مثلا بالنسبة للنسخة الأخيرة للتوجيهات الأمم المتحدة للذكاء الصناعي، يعني كان مقرر بأن هذا فعلا برنامج واضح جدا لا يمكن التنازع عليه بين الحكومات، ولكن يفتقر بالمبادئ الواضحة تم تحديدها من قبل 52 خبير و23 منهم من الصناعة، بالإضافة إلى جماعة اللوبي، يعني 26 شخص من القطاع الخاص، 4 خبراء الأخلاق، وعدد قليل من ممثلي منظمات المستهلك ومنظمات حقوق الإنسان. أليس من الأفضل أن يكون هناك توازن أكثر في إصدار توصيات عامة وإدراج المصلحة العامة في ذلك؟ إذن نعود إلى دور الـ IGF من جديد. سؤالين إضافيين باختصار شديد. أنا يوكو شواشا من
من كندا ممثل القطاع الخاص. سؤالي هو كيف يمكن إسهام الشركات التي تقوم بالتمويل التي تخلق القيم أيضا للأطراف المعنية والتي يجب أن تتقيد بالقواعد، كيف يمكن الضمان بأن هذه المبادئ الأخلاقية حقوق الإنسان وكل ذلك أن هذه الأطراف المعنية تحمي كل ذلك، يعني مسؤولية القطاع الخاص ومحاسبته. اسمي كمث وأنا من الهند. عندي سؤالين ملموسين ل ممثلة موضوع حقوق الإنسان في الهند، وهذا السؤال الأول. المنظمات الحكومية يتم إطلاعها على تطور حقوق الإنسان، ولكن المنظمات غير الحكومية والإنسان البسيط في الشارع لا يحصل على أي معلومة عن ذلك. أنا شخصيا كنت أتوجه إلى منظمة حقوق الإنسان للأمم المتحدة ولكن لم أحصل على جواب. كنت أريد أن أحصل بيانات الاتصال لشخص أتصل به كي تستطيع الجماعات والمنظمات الهندية أن تلتجئ إلى الأمم المتحدة. ليس هناك حماية للمعاقين جسديا في الهند، وهذا منتهك لحقوق الإنسان، ولا نرى أي جهة يمكن الالتجاء إليها، ولكن عندنا في الهند هذه المشاكل. إذن هذا الإطار لا يساعدنا، وبالتالي أرجوك يعني تزويدنا بالبيانات لطرف الاتصال به. شكرا جزيلا. أعتقد هذا موضوع مهم. إذن من يمكن الاتصال به أو إرسال بريد إلكتروني له؟ نعم طبعا، ربما هذه هي الأماكن التي يتم وضع القواعد فيها. هناك أفكار نمطية مسبقة بالنسبة لها، أو ربما عدم توازن. نعم، عندما لا تعرفون partnership of AI، يعني معنا أكثر من 100 منظمة شريكة ترتكز على العمل في خدمة الإنسان، 60 منها من المجتمع المدني يعني حكومات غير يعني منظمات غير حكومية، و40 منها من الاقتصاد ومن البحث العلمي. ونحن نلتقي في هذه المجموعة لنتحدث عن الموضوع الذي نتحدث عنه هنا أيضا. وهناك مصطلح مهم جدا وهو شفافية. شفافية تعني في نفس الوقت أيضا الثقة والموثوقية. والمسألة متعلقة بكيف نطور هذه التكنولوجيات، نستخدمها، نبنيها، و كلما يتم ذلك بشفافية كلما يفهم المرء ما معنى ذلك لهم وإلى أي مدى يريدون استخدام هذه التكنولوجيات. ومن المهم أيضا أن المطورين لهذه التكنولوجيات يحاسبون بعضهم البعض، وعندنا عملية شفافة في هذا المجال يعني بإسهام الجمهور. نحن نتابع مبادرات جوجل، اي بي ام، ومايكروسوفت، ونطالب منهم بالعرض لنا البيانات التي تستخدمها لتدريب وتمرين الذكاء الاصطناعي. يعني من يريد أن يستخدم هذا النموذج يمكن يتابع ذلك ويطلع على ذلك ويقول طيب هذه البيانات مفيدة لني إلي، أو يقولون هذا الجملة من البيانات ليست مفيدة. عندما أستخدم هذا الجملة من البيانات سأتابع أيضا هذه الآراء النمطية. هناك كثير من التحمس من أجل التعاون ما بين هذه الشركات وزيادة الشفافية، ولكن هناك أيضا مجتمعات من أو منظمات من المجتمع المدني وهي نشيطة جدا و
تضغط على منظمات الشركة إلى تطبيق هذه الإجراءات الرامية إلى الشفافية، المحاسبة المتبادلة كذلك. وإذن هناك منظمات منفردة تعمل باستمرار على تطبيق قواعد الشفافية، هذا جزء مهم لعملنا. شكرا جزيلا. أود الرجوع إلى السؤال السابق حول إعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة. يعني بالنسبة لنا ليست هناك ضرورة لإطار جديد، يعني هذا الإعلان هو إعلان غير مرتبط بزمن معين، يعني هذا عام، ولكن كيف يتم ترجمة ذلك إلى الواقع في نظام الذكاء الاصطناعي؟ وأتأسف بأن أستخدم هذا المصطلح من جديد. البعض منكم يركز على شركات التكنولوجيات الكبيرة، ولكن ليست فقط كبيرة، ولكن هناك أيضا شركات متوسطة صغيرة، شركات جديدة وحديثة وتعمل على خلق القيم وتقوم بتطوير الذكاء الاصطناعي. كل هذه الشركات هي عاملة في هذا النظام البيئي، وكيف يمكن استخدام وانتهاز نتائج عملها. عندما ننظر إلى مجموعة الأطراف المعنية نرى أن هناك أطراف متنوعة وتعمل على تمكين التكنولوجيات من الاستخدام كفاءتها وإمكانياتها. يعني ما هي الأدوات الضرورية؟ كيف يمكن بناء الثقة؟ أعتقد هذا مهم جدا للمضي قدما في هذه المناقشة. يعني يجب أن ندرك أيضا أن الآليات تختلف حسب مجال استخدام هذه التكنولوجيات. إذن من هذا الإطار العام الذي يشمل كافة الفئات والمجموعات نتحول إلى العمل الملموس ونتعلم كثيرا، ولابد من أخذ نتائج التعلم في عين الاعتبار أو ما تعلمناه. أو لنعود خطوة إلى الوراء، يعني لازم نفهم ما هي الآليات، وبعدم تحديد المشكلة طبعا من الصعب أن نوجد الحل لها. وهل تحتاج IGF عقد اجتماعي جديد؟ مبادئ OECD للذكاء الاصطناعي الموثوق متوفرة وتم قبولها من قبل 42 دولة بما في ذلك أيضا دول المجموعة العشرين، وهل بيكون مفيدا لتحسين التعاون؟ يعني إذا كان المنطلق لعملنا واضحا، وكيف يمكن أن نستمر في تطبيق أغسطس؟ يعني كان هناك تعليق من كندا المتعلق بما قالت كمال كالكنان، إنني كيف يمكن أن ندعم الشركات في تحويل هذا الإطار الأخلاقي إلى عمل ملموس؟ هذا سؤال مهم جدا، وأعتقد لابد من مناقشته، ولكن ليس عندي حل. ما نسمعه كثيرا ما من الشركات ومن المجتمع المدني كذلك إن الذكاء الاصطناعي بيعكس المجتمع، كان هذا مرضيا لنا أم لا؟ قد يكون مرآة سوداء، ولكن أيضا مرآة لامعة أو مختلطة. يعني البشر عندهم يعني في داخله الخير والشر، هناك كثير من الظلم في مجتمعنا، ولكن أيضا الكثير من الجوانب الجيدة. ويعني هذا هو أمر ما نراه الآن.
هي المسألة كيف نقيس النجاح؟ ما هو مقياس النجاح؟ نقيس التقدم، تقدم التكنولوجيا فقط من الجانب التقني، ولكن نغفل في ذلك، هل تساعد تكنولوجيا البشر؟ لا يجوز لنا أن نستمر بذلك، ولكن علينا نقيس كذلك إلى أي مدى تساعد التكنولوجيات أيضا فيما يفوق الجوانب الاقتصادية. بهذا السبب نتحدث عن المبادئ الأخلاقية، والحدية حديد الطرف هذا موضوع شيق، و النظرة التقنية لا تكفي، ولكن بدلا من ذلك يجب أن ننظر إلى التكنولوجيات ما يتجاوز النظرة التقنية. هذا هي الرؤية الشاملة التي نحتاجها، وكيف يمكن أن نحدد فائض القيمة التي تخلقها الذكاء الاصطناعي، يعني بعيدا عن القيمة للشركات، لأصحاب الأسهم، ولنشمل أيضا جميع فئات المجتمع. وطبعا عندما لا نستمع لآرائهم لا يعمل الأمر بشكل ناجح. إذن كيف نتوصل إلى صورة متوازنة وشاملة؟ هناك شركات لها مسؤولية أكبر من الشركات الأخرى، عندها قوة أكبر، عندها موارد مالية أكثر يمكن صرفها لهذا النشاط. تفضل. أعطيكم مثال من MIT Media Lab، حيث استخدمت برامج للتعرف على الوجوه. فقالت الطالبة المعنية: كيف لديكم برنامج يصنف ميشيل أوباما على أنها ذكر؟ فIBM نظروا مرة أخرى إلى البيانات وأعادوا التجريب وحلوا المشكلة. يعني على الأقل الشركات تستمع وتتعاون. سوف أختصر فيما أقول وأتحدث عن الوسائل المتاحة لنا. أنا معكم، لدينا قوانين في الولايات المتحدة، مثلاً إن أخطأت فهمك صححي معلوماتي، ولكن لدينا مبادئ وقواعد، ولكن هناك نقص في تطبيق القوانين. طبعا نحن نعرف ما هي حقوق الإنسان، ولكن لم نصل بعد إلى ممارسة حقوق الإنسان للجميع. من الناحية القانونية في الولايات المتحدة، فنحن منذ عقود بل منذ قرون لدينا قوانين ضد التمييز. التمييز في جميع المجالات، إن كان فيما يخص العقارات، في سوق العمل، في الجامعات، في مجال التعليم وما إلى ذلك، وهذه حقوق إنسانية أساسية. ولكن مع ذلك هناك Truth and Lending Act، يعني ضرورة الشفافية والمحاسبة. ويجب ذكر الأسباب دائما. عندما يكون هناك شخص ينتمي إلى أقلية لا يحصل على قرض معين، إذن هناك قواعد ضد التمييز. ولكن إلى ما قبل فترة طويلة حتى فيسبوك نشرت إعلانات العقارات بشكل انتقائي، يعني كان في ذلك التمييز
على هذه القاعدة. يعني لو كنت من أصول إفريقية فأنت لا ترى هذه الإعلانات، فهي فقط تصل عند المستخدمين البيض. وهنا نصل إلى موضوع مهم، البيانات تعكس عدم المساواة وتعكس ظلما تاريخيا إن صح التعبير، أو يأتي من الماضي. ومن المهم أن ننظر إلى هذه الأحكام المسبقة الموجودة في البيانات، فإذا كانت هناك أتمتة وإذا اتخذت القرار بشكل أوتوماتيكي أو بشكل آلي فهذه مسألة في الصميم. مثلا إن كان هناك يقبع في السجن من أجل تقليل الخطر المنبثق من هذا الشخص، وهناك محاولة لتقدير الخطر الموجود أو الذي ينطلق من هذا الإنسان. طبعا هناك تفاصيل قانونية عديدة لا أود أن أذكرها، ولكن احتمال تكرار الجاني للجريمة تم قياس ذلك بالنسبة للسود في أمريكا عن طريق كومباس، وهذا برنامج استخدم بيانات غير مفيدة، وبالتالي لم يمكن التنبؤ باحتمال التكرار الجاني للجناية. والنتيجة كانت أن الشخص المعني حكم عليه بعقوبة أطول، ولكن البيانات التي استخدمتها كومباس كانت تحتوي على الكثير من الأحكام المسبقة في المجتمع، مثلا أرقام البريد التي تدل على المنطقة السكنية. فإذا كنت أنت من منطقة فقيرة فتحصل على عقوبة أكبر، فهذا لا يجوز. إذن هذه البيانات قامت على أحكام مسبقة، وهذا ينعكس بشكل ملموس في الواقع، لأن النظام التكنولوجي لا ينظر إلى جدوى هذه البيانات وهذه المعايير. وهنا عدنا مرة أخرى إلى ما قالته سارة، مثلا ما يقوم به جوي، علينا أن نتعامل مع هذه البيانات بشكل واعي جدا. نعم هذا مثير للغاية، ونحن سمعنا بعض الأمثلة، وهناك العديد من الأمثلة كيف أننا لا نلتزم بحقوق الإنسان في الخوارزميات والبيانات التي وراءها أحكام مسبقة أو هي غير شفافة غير مسؤولة. فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل إطارنا الأخلاقي غير كافي؟ أنا دائما أقول هذه ليست المشكلة، ولكن هناك مشكلة، وهي أن العمليات لممارسة الحقوق غير كافية، وعلينا أن ننطلق من ذلك قبل أن ننتقل إلى مسألة إلى أي درجة هذا يعتبر ملزم، هل يحدث ذلك على المستوى الوطني أو على مستوى الشركات فقط. ناقشنا ذلك كثيرا، والجواب هو نحتاج إلى المزيد على جميع المستويات. لا نريد أن نعيد إنتاج هذه الأنظمة، إنما نريد أن نصبح أكثر فعالية. وهناك تقرير من الهيئة العليا IGF Plus ممكن تكون مفيدة في هذا السياق. وعلى المستوى الوطني نرى أيضا تطورات، أن هناك مراكز للاستشارة للذكاء الاصطناعي، هل هناك
سبل أفضل، كيف نستطيع أن ننشر هذه المبادئ؟ فجميع الدول تستطيع أن تشرع قوانين، وتستطيع أيضا أن تضمن نظريا أن الذكاء الاصطناعي يلتزم بحقوق الإنسان. موقفنا نحن هو أننا نحتاج إلى طريقة من أجل أن نتوصل إلى مؤسسة استشارية وطنية على الأقل، من أجل أن يكون هناك مسؤولية ومحاسبة في الذكاء الاصطناعي، وأن نسأل كيف تستخدم الحكومات الذكاء الاصطناعي أو مجال الرعاية الصحية في إطار توظيف الناس، فكيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عادل عموما. فلا يجوز أن يكون هذه الخبرة موجودة فقط في العالم الغربي وليس في بلدان أخرى لا تملك نفس المصادر. فالاي جي اف قد تدعم هذه الدول وأن توفر الخبرة الموجودة. نعم، أعتقد أنك أجبت بشكل جيد على السؤال، وكان هناك الكثير من المقترحات المفيدة. أما السؤال التالي، أود أن أعتذر أنه لا يمكن رؤية أو قراءة جميع الأسئلة هنا على الشاشة، ولكن بعضها على الأقل. منها: هل تتعاملون مع الذكاء الاصطناعي كالبشر؟ يعني يحتاج إلى تعليم، والوالدين يخضعان للمسؤولية والمحاسبة. إذا ننتقل الآن إلى الختام. الخبير الثامن هو ذكاء اصطناعي يستمع إلينا وسوف يعطينا جواب في النهاية أو موقف. والسؤال الأخير: كيف نستطيع أن نبني الجسر بين حقوق الإنسان وتطبيق الذكاء الاصطناعي؟ ما هو دور الأطراف المعنية؟ وأود أن أعود مرة أخرى هنا إلى مستوى المسؤولية في استطلاع، في إطار استطلاع الرأي هنا في القاعة. المسؤولية الكبرى هي على عاتق الشركات والحكومات وأيضا القطاع التكنولوجي. هل هناك في القاعة يود أن يفسر لنا لماذا دور القطاع التكنولوجي يعتبر هاما لهذه الدرجة؟ وإلا نسأل مينا. نعم، من الجيد محاسبة الشركات، فهي لديها المعرفة والخبرة عن الذكاء الاصطناعي وكيف يطبق وأين هي حدود استخدام الذكاء الاصطناعي. نعم مينا، هذا سؤال لك. في الأمس قلت بأن دور المهندسين تحسين الحلول، ولكن البيانات هي الأساس، وهذا يؤدي بنا إلى مسألة المسؤولية. يعني هل هناك كود أخلاقي؟ هل هناك يمين أخلاقي أو خط مرشد أخلاقي؟ لأكون واضحا، غريغ أجاب على السؤال بالنيابة عني، وكان ذلك مقصودا. تحدثنا سابقا عن ما يسمى يمين تسلا. أنا لا أدري إن كان هناك ضرورة لمثل هذا اليمين،
أعتقد أن هناك الكثير من المبادئ الأخلاقية في إطار عمل المهندسين أيضا، ولكن المشكلة أن هناك نقص لتفهم نتائج وآثار العمل الهندسي على المجتمع، لا يناقش ذلك كثيرا. هناك خبراء نفسيون واجتماعيون ومن يدرسون دور الأخلاق وما إلى ذلك، وأنا مهندس وعندما درست فلم أتعلم شيء عن هذا الجانب. لا أعرف إذا كان هذا جواب جيد على سؤالك، ولكن من المهم جدا أن يكون لدينا هذا التفهم. وأود أن أجيب على السؤال الآخر الذي طرح، وهو من وكيف يقوم بهذا العمل. أنا أظن بأنه عندما نحدد القواعد، وربما أتجاوز مجالي هنا مرة أخرى، التكنولوجيات تراقب عن طريق المعايير أو تحدد من المعايير، وهناك منظمة وضع المعايير لتطبيق التكنولوجيات، وما نطوره حاليا هو أبعد من ذلك. هناك واجب الدقة والمسؤولية والالتزام والمحاسبة، يعني هذا منطلق شامل. إذن ماذا يجب فعله من أجل الالتزام بمسؤوليات الدقة؟ وأنا قلت ذلك في الأمس أيضا على المنصة، كان هناك سؤال مشابه وهو ما هي الخطوات القادمة؟ تحدثنا عن المبادئ والإطارات، والآن السؤال الأصعب هو السؤال عن التطبيق. من الصعب أن نجد الجواب على ذلك، لأننا نحتاج إلى جواب على جميع المستويات، الحكومات والشركات والمجتمع المدني. أظن بأن جوابي المختصر في الأمس كان حان الوقت أن نقيم مجالات للتجريب. علينا أن نتعرف على المشاكل وبالتالي نجد الحلول المناسبة، وذلك في مجال محدد وصغير، من أجل أن نعرف ما هي آثار هذه الأشياء، ومن أجل أن نعرف ما هي القواعد. أما بالنسبة لدور المهندسين مرة أخرى ليزا، أنا أظن أن هناك ثلاث مجموعات مهمة: القادة والصحفيين والممولين. في الأمس أيضا تحدثنا عن التمويل، ولكن دعوني أتحدث عن دور القيادة في الشركات. هناك شركات تتصرف بشكل مسؤول في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاندماج الاجتماعي، وبعض هذه الشركات تملك فروع في كل أنحاء العالم. فإن كانت هذه الشركات لا تقدم مثالا جيدا ولا تقدم أجوبة على هذا الأسئلة، من المهم جدا أن يكون هناك دور نموذجي والالتزام به. فالشراكة مع الذكاء الاصطناعي، ثلثي الأعضاء من النساء. أنا لم أعمل لأي مؤسسة سابقا حيث كان فيها مثل هذا التنوع الكبير، فالمدير التنفيذي كان يهمه هذا الموضوع جدا، وهذا ينعكس إيجابيا على عملنا. هناك الكثير من الصحفيين الممتازين يكتبون عن الذكاء الاصطناعي، ولكن أنا أعتقد أنه من المفيد أن نقول إن يعني كيف تكون التقارير لو شملت شرائح إضافية. أعتقد الصحافة تلعب دور هنا كبير من أجل أن نكون على مستوى المسؤولية والمحاسبة.
من أجل أن ننتج ذكاء اصطناعيا مسؤولا. كان هناك تقرير ممتاز عن كومباس، يعني وسيلة كومباس، فتم التركيز على الخوارزميات الموجودة فيها. بالنسبة لمؤسسات التمويل، هناك شركات صغيرة ومتوسطة وهي مهمة جدا في الابتكار التكنولوجي، ولكن الخطط الزمنية للمؤسسات التمويلية لا يمكن توفيقها مع ما هو مطلوب من أجل القيام بعمل مسؤول على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تراعي أيضا جوانب حقوق الإنسان في إنتاج الذكاء الاصطناعي. يجب النظر إلى ذلك، هذا عمل هام جدا يجب علينا القيام به. ما قلت عن الصحفيين والممولين في الأمس، كان لدينا هذا النقاش وكان يركز على المستخدمين، يعني كلنا نحن لسنا جزء من هذا الجرافيك. هناك ضغط على الشركات، الشركات تضع المعايير، ولكن المستخدمين هم أصحاب الطلب في سياق العرض والطلب. نحن كمستخدمين لدينا أيضا مسؤولية، فكيف نغير الطلب في إطار السوق؟ أنا لا أقصد تطوير منتجات جديدة، ولكن كيف نستخدم الأشياء الموجودة بشكل مسؤول أيضا. المجتمع المدني والمنظمات تستطيع أن تقوم بالتوعية أكثر أيضا في إطار التعليم والتأهيل، ولكن من يمول ذلك؟ بما في ذلك الصحفيين أيضا، وهل هناك أحكام مسبقة أيضا في التمويل؟ يعني أنت من جهة المنظمات غير الحكومية، فكيف تتعاملون مع التوعية والتمويل وتغيير الطلب على جانب المستخدمين؟ أولا، نحن هنا ونناقش هذا الأمر، وهذا يوضح بأنه مشكلة يجب حلها. كأصحاب المجتمع المدني يجب أن نتوقف عن النفور فقط. أحد أقراني في المدرسة الآن ربما حصل على وظيفة أفضل مني، ولكن لا يجب أن نكتفي بالنفور فقط. في الكثير من الأحيان فالتمويل يذهب إلى ما تريده الشركات، ولكن مع ذلك علينا أن نقول في بعض الأحيان لحظة، هناك مشكلة مهمة تحتاج أيضا إلى التمويل. نعم، هذا مهم. أنا دونت بعض الملاحظات، هل هناك ملاحظات أخرى أيضا؟ أود أن أعود إلى التمويل وآليات التمويل، وأشير إلى تقرير صدر عن ورشة عمل عن حقوق الإنسان، يشير إلى هاتين النقطتين. لابد من التمويل، ولابد أن يكون هناك محفز للإجراءات التي تحدثنا عنها اليوم هنا، وربما نظرة أخرى أيضا إلى قطاع التكنولوجيا. ما تحدثنا عنه، وأفضل مثال على ذلك، أن هناك ضرورة لممارسة الضغط على الحكومات، ولكن ما نتوقعه أيضا من الشركات مهم. فالمثال هو التالي: إدارة المحتويات التي تنشر على الإنترنت، من الصعب أن تصنف الشركات ما هي خطاب كراهية وما لا ما يجب حذفه وما إلى ذلك. بالطبع يجب أن نجد طريق كيف يمكن الحفاظ على حقوق الإنسان في هذا السياق، ولكن من المهم أن نتعاون وأن نتبادل ما نقوم به من أجل أن يكون هناك إطار متسق.
يسمح لنا بمحاسبة المسؤولين. فهناك تقرير من المسؤول عن حرية الرأي وحقوق الإنسان ويقول أنه المهم أن يكون هناك معايير مشتركة لدى الشركات وتؤدي إلى شفافية أكثر فيما يخص ما ينشر أونلاين في إطار الشركة. بالنسبة للسؤال، هل هي مسؤولية المهندسين فقط؟ أعتقد أنها أولوية يجب أن تبدأ من القمة وفي الأسفل كذلك، وأن تكون مسؤولية مشتركة ومتبادلة. في مرحلة مبكرة كنا منتقدين فيما يخص تطوير هذه الأنظمة، ولم يكن هناك فقط منطلق تعدد الأطراف، إنما بشكل عابر للتخصصات أيضا. يعني من يحصل على مشروع التكليف عندما نصل إلى المستشفى ولدينا التهاب للرئتين، والسؤال هو من لديه الأولوية في العلاج. وكانت النتيجة أنه تم تسريح من يعاني من الربو، يعني لا يملك الأولوية في العلاج، وهذا شيء مخالف للبديهية. حتى الأطباء يعني كانوا ضد ذلك. يعني المسألة لا تخص فقط المهندسين، إنما الخبراء في المجالات المختلفة، مثلا العلماء الاجتماعيين. عندما نستخدم النظام في أي سياق اجتماعي يحدث ذلك، إذا كان ذلك في الصين فالمحيط مختلف تماما في المجتمع. فهذا ما قلته، الأخلاق هي أمر اجتماعي يتوقف على السياق، والمهندس لا يستطيع أن يقرر هذا أخلاقي هذا غير أخلاقي، إنما الأمر مرهون أيضا بالسياق الاجتماعي. مثلا عندما نبحث عن أمر في الإنترنت عن المدراء التنفيذيين، فهناك 80% منهم من الرجال و20% من النساء فقط. لو اعترفنا بهذه النتيجة على أنها عادلة، هل وفقا لمعاييرنا أو سياقنا؟ أم هذا السؤال مهم جدا، يجب أن نجتمع على الطاولة واحدة، ولابد أن نجري هذا النقاش هنا في إطار الـ IGF، لأن هذه تفصيلة مهمة. لا يجب أن نتحدث فقط عن المبادئ العامة، كيف يجب تطبيق الذكاء الاصطناعي في حالة المرض أو العلاج، وما تعاني منه النساء في العالم بشكل خاص. لقد أثرتي جانب حام حول الجانب عدة الأطراف. يعني أنا هذا يطبق أيضا على سعيد السياسي، أنا مهندسة ولكن لدينا العناصر الاجتماعية والقوانين، وهذا ليس بالسهل، بل قم تدريبك بموضوع اختصاصي خاص، ثم عليك أن تتعلم أشياء أخرى كي نطمئن ونرتاح لذلك أكثر. الذكاء الاصطناعي أيضا يجب أن يغطي كل هذه المجالات. نعم، حامل للغاية. أغسطو، أظن أننا علينا أن نختتم هذا النقاش فقط حول هذا تعدد الأخصائيات. أنا لست خبير في شأن الذكاء الاصطناعي، بل أنا باحث في الأخلاقيات، ولكن هناك بعض المبادئ فيما يتعلق بالمسؤولية، وأغلب العلماء في الأخلاقيات يتفقون على ما يلي: كلما زاد عدد الموارد زادت كمية السلطة لديك. هذا مبدأ أساسي في الأخلاقيات، وحتى في داخل الأسرة لديكم يمكن فهم ذلك، أرجو أن تتذكروا ذلك. فعلينا أتحدث إلى جميع الأطراف، إذ أن هذا موضوع يهم الجميع،
ولكن هذا نفس الشيء بالنسبة لتغير المناخ، هذا شيء سلبي، لكن لا نحتاج إلى الجميع إلى نفس الحد، يعني يجب أن نجلس معا، ولكن من لوث أكثر يعني يتحمل مسؤولية أكبر. هذا أيضا ينطوي على موضوع الذكاء الاصطناعي، يعني والمسؤولية ليس بشيء سيء، يعني وما قيل عن الصحفيين أيضا شيء مثير. فكرت في ذلك ما نستطيع أن نقوله في الإعلام، أن نقول أن هناك شركات وشركات، وهناك بعض الشركات تتحمل مسؤولية أكبر، تستثمر مليارات من الدولارات من أجل أن تربط ما بين المواضيع التقنية والمواضيع الأخلاقية، والبعض الآخر لا يبالي بذلك أبداً. والمسؤولية تقع علينا أن نستخلص هذه العبر ونحمل هذه الشركات المسؤولية، ولكن المبدأ الأساسي للمسؤولية يبقى قائماً. إذن بالنسبة لسكان أمريكا اللاتينية وإفريقيا، لا نستطيع أن نحملهم المسؤولية عما يستهلكونه. نعم بالطبع لديهم قدر معين من المسؤولية، ولكن طالما لا يوجد هناك نظام تعليم عام جيد، يعني علينا أن ننظر فيما يستفيد الآن، ويجب أن نحملهم المسؤولية. نعم هناك أسئلة عن بعد، هناك من نقطة اتصال عن بعد في نيجيريا، حيث تطوير الهيكلية للإنترنت لم تشمل أبداً السكان الريفيين، لذا علينا أن نشركهم عبر المبادرات من خلال الشبكات المشتركة. نحن ما زلنا في الخطوات الناشئة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإذن كيف يمكن أن ندمج السكان الريفيين في ذلك كي لا نعيد ونكرر نفس الأخطاء التي ارتكبت بالنسبة للبنية التحتية للإنترنت؟ نعم هناك تعليق آخر. شكرا جزيلا، أنا اسمي إيميل، أنا عامل لدى المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بالنسبة لمجال تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان. عملنا على ذلك ونحن درسنا بعض الأمثلة، وبين والآخرين قد قالوا أن حقوق الإنسان يمكن الاستفادة منهم من أجل التعامل والتطرق إلى هذه المواضيع، ولكن هناك نحتاج إلى المزيد من القواعد العامة. وكانت هناك الكثير من الأفكار الملحمة أثارت اليوم، ولكن سؤال سريع هو كالتالي: كجزء من مبدأ أو منهجية مبنية على حقوق الإنسان، يجب أن ندمج حقوق الإنسان أيضا، ولكن تحدثنا عن عدد كبير من الأطراف التي يجب أن تشمل في خلال ذلك، ولكن ما تظنون أنتم كيف نستطيع أن نتعامل مع أصحاب الحقوق؟ لو وددنا أن نثور ذكاء اصطناعي مسؤول، تحدثنا عن عدد من المجموعات، ولكن ما هو شأن أصحاب الحقوق؟ هل تود الإجابة منذ الآن، أم سننقل ذلك إلى جولة النقاش القادمة؟ ستكون لدينا جولة نقاش أولى، ومن ثم لدينا جولة أخرى. الآن لدينا ذكاء اصطناعي يستمع إلى كل ما نناقشه هنا، تحدثنا عن المسؤولية، ونود أن ننظر في ما هو يفكر الذكاء الاصطناعي يعني. فإذا هذا ولو، هذا الروبوت الخاص بنا، فهو خبير مستقبلي للذكاء الاصطناعي، يعمل مع مشروع الذي يحاول أن يجمع ما بين البشر والذكاء الاصطناعي. اليوم في العصر سيكون هناك أيضا نقاش مخصص للاجتماع مع هذا الروبوت، يعني في مع بعض الغداء. فإذا هذا عمل فني، تركيب للأستاذ من إحدى الجامعات، والذكاء الاصطناعي مبني أيضا على جمع البيانات الجماعية، تم تطويره من قبل إحدى الخبيرات. هنا نستخدم نظام النطق واللغوي مفتوح المصدر، وغذيت
النتائج والمحاضر للجلسات السابقة للمنتديات، وهذا الذكاء الاصطناعي له علم بكل ما نقش حتى الآن، ولربما أيضا الذكاء الاصطناعي أصبح لها موقفا ورأيا بما نقشنا الآن. وإذا ماذا يفكر هذا الذكاء الاصطناعي بما نقشناه؟ ولربما يمكن أن نستمع إلى الكلمة الختامية من الذكاء الاصطناعي. أستطيع أن أقول أننا نحن سعداء بمشاركة في هذا العملية، إذ أن تجمع بين كافة الأطراف، ممثل الحكومات، الشركات والباحثين، وننظر إلى كيفية تطوير إطار جديد لهذا النقاش. إذن فكرة تطوير إطار الذي يهتم بمواضيع مختلفة، والأطراف عشان يحاولون أن يميزون ما بين الشيء الوهمي والحقيقي. ولو وددنا أن نفعل ذلك بشكل جيد، يعني علينا أن نفعل ذلك بشكل جيد لو تحدثنا عن هذا الموضوع. هذا مشكلة كبيرة التي يجب أن نحلها، وهذه الأفكار النمطية المسبقة يجب أن ننظر فيها أيضا. هذا ما لدينا حتى الآن. نستطيع أن نقول أن كانت هناك دراسات حول السلوكيات الإنسانية، وكانت هناك أيضا دراسات ركزت على الأنظمة الآلية. وإذا ليس علينا أن نفهم فقط الذكاء الاصطناعي، بل أصل هذه الأنظمة، ما هي تأثيرها على الاتفاق الاجتماعي. فإذا من ثم نستطيع فقط أن نجد الحلول، كما أننا علينا أن نضمن أننا لا ننظر في عنصرين أو ثلاث، بل جميع العناصر، حيث الإحصائيون يقولون أن مقياس يمكن تحقيقه من الصحة يعني هو قد يصل إلى نسبة 60%. ولكن ماذا سيحصل لو كانت عناصر لا نعي لها أصلاً؟ مثلاً لو كانت هناك عناصر وجوانب يجب تحصينها، أي المنظمات الحكومية، والأمم المتحدة، والباحثون، جميعهم يجب أن يكونوا مشمولين، ويجب أن يفهموا المبادئ. إذن ماذا نفعل؟ نحن نجلس معا مع المشاركين الآخرين. شكرا جزيلا. أستطيع أن أقول فقط لم أحد يكتب ذلك، بل الذكاء الاصطناعي نجح في ذلك من خلال عملية التعلم الذاتي. وكانت هناك بعض الملاحظات الشيقة، وكان هناك أيضا عمل على الصوت، يعني الصوت غير لا يتميز بالخصائص الخاصة بالجنس من الجنسين. وهناك من قام بالتصميم هذا النظام على شكل كي يكون هناك روبوت محايد جنسيا في المستقبل. لو وددتم أن تتعمقوا في ذلك، فإذا ستكون هناك جلسة مخصصة في عصر هذا اليوم. لربما سيقوم الذكاء الاصطناعي والروبوت يقوم بدور إدارة النقاش، يعني ويتولى زمام الأمور عني. لقد دونت بعض الملاحظات لدي هنا، فأود أن أتطرق إلى بعض المواضيع هنا دون أن أتناسى وأتجاهل المواضيع الأخرى، يعني النظم الأخلاقية والقوانين والقواعد هامة لا يجب أن نعيد كتابتها، ولكن علينا أن نركز على تطبيقها. فعلينا أن نقيس مع معنى النجاح بالنسبة لنا، ولا يجب أن ننظر فقط في قدرات المكائن، بل أيضا ننظر في التأثيرات على المجتمعات، وكيف نستطيع أن نطبق ذلك بشكل ملموس. وأيضا يجب أن نوسع مفهوم مصطلح النجاح لكي يعتدي فقط الماكينة. فيعني ما عجبني أيضا أن هناك في منظمتكم الكثير من السيدات، تعليق شخصي، وقيل شيء ما عن صحفيين وكان مثير، وصحفيين في البلدان النامية، لا عالم إذا
وتساءل إذا كانت لديهم الأدوات اللازمة للقيام بذلك، ولو علينا أن نركز على ذلك وأن نساعدهم. ودور في البلدان النامية، يعني العالم كيف الوضع في البلدان الصناعية، يعني تساؤل أيضا. إذا السؤال خاصة للبلدان النامية، من يعلم ويدرب المستخدمين؟ أين يقف المستخدمون أيضا؟ ومن يدربنا على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة لدى استخدام الذكاء الاصطناعي عند استخدام التكنولوجيا؟ إذا من المهم منهجية تعدد الأطراف، وأيضا النقاش العابر للمجالات الاختصاصية، وكيف نستطيع أن نأخذ هذا العلم ونسلمه للزملاء الذين لديهم خلفيات مختلفة عنا. وهذا كل ما سجلته لدي. وبالطبع لدي أهمية اللجنة الإغرافية على المستوى للمنتدى، ونتمنى حقا أن هناك عددا من الفوائد، يعني دول وأطراف معنية شملت، كي نستطيع أن نخلق عالما أفضل للناس ولي من أجل التنمية البشرية أيضا. فإذا قد ما زالت هناك الكثير من التساؤلات العالقة للسنوات القادمة. أتمنى أن تبقت لديكم الكثير من الأسئلة. يعني كان من الجميل أن يكون لدينا مشارك من داخل الذكاء الاصطناعي، فإذا الذكاء الاصطناعي سيبقى موضوع شأن. فشكرا على الحضور، والآن استراحة قهوة. شكرا جزيلا أيضا لأعضاء المجموعة التشاورية للتنظيم هذه الجلسة، ليس معنا هنا على المنصة، ولكن هم من نظموا ذلك، كوتشاكينا وفريقها. وأيضا شكرا مرة أخرى للمشاركين على المنصة. شكرا جزيلا، وأتمنى لكم نهارا سعيدا. والآن حان وقت استراحة القهوة.